فوائد الخلل للأسنان. من أهم المواد الطبيعية التي تمتلك العديد من الفوائد العلاجية، وقد استخدمت في عصور سابقة لعلاج مختلف الأمراض، إذ استعمله أبقراط كمضاد حيوي، ويمكن استخلاص الخل من خلال التخمر، حيث يتحول السكر الموجود في التفاح إلى كحول بفعل البكتيريا والخمائر، ثم يتحول إلى الخل، ويتكون الخل من مواد مفيدة جدا مثل الفيتامينات والمعادن، بالإضافة إلى البوتاسيوم والصوديوم والمنغنيسيوم والكبريت، كما يحتوي على الفلور والكلور والحديد. قبل الدخول في التفاصيل، لا تنسى الاشتراك بقناتنا صحتك في دقيقة وتفعيل زر الجرس ليصلك جديدنا. فوائد الخل: ينقص الوزن، فهو يذيب الشحوم الموجودة في جسم الإنسان، لذلك يستعمل في وصفات الحميات الغذائية والرجيم، ومنها الوصفة التي نقوم فيها بخلط ملعقتين صغيرتين من الخل مع كوب من الماء، ثم شرب الخليط بعد تناول وجبة الطعام، ومع المداومة على تلك الوصفة سنلاحظ نقصا تدريجيا في الوزن. التقليل من أثر الشمس على الوجه، وذلك من خلال تدليك المناطق التي تعرضت لحروق الشمس باستخدام قطعة من القطن. يعالج مشكلة قشرة الشعر، إذ يتخلص من الفطريات ويعيد توازن لفروة الشعر، وذلك من خلال تخفيف الخل المركز بقليل من الماء وتدليك الشعر به وتركه على الرأس لمدة ساعة تقريبا قبل غسله بالماء. يعالج المفاصل، حيث يتم تناوله مع كوب من الماء بعد كل وجبة طعام. يعالج مشكلة دوال الساقين بتدليك الأوردة المنتفخة بالخل بواسطة قطعة من القطن، وسيلاحظ تحسن شكل هذه الأوردة والتخلص من انتفاخها، كما ينصح بشرب كوب من الماء الممزوج مع الخل. يعالج مشكلة ضغط الدم والكوليسترول عند تناوله مخلوطا بكوب من الماء يوميا. يعالج التهاب الحلق عند استعماله على شكل غرغرة لمدة 5 ثواني وتكرار العملية لمدة 2 يومين متتاليين. يعالج لدغات الحشرات، وذلك بعمل غسول مكون من 3/4 كوب من خل التفاح وربع كوب من الزعتر المغلي، ثم دع كل منطقة الملدوغة باستخدام قطنة مبللة بالغسول، مع الحرص على تكرار وضع القطنة في الغسول كلما جفت حتى لا يفقد الخل مفعوله نتيجة التبخر. الخل لتبييض الأسنان: تعتبر مسألة تغير لون الأسنان إلى اللون الأصفر من أكثر المشاكل شيوعا، ولعل السبب في ذلك يعود إلى التدخين، لكن يمكن التخلص من هذا اللون الأصفر من خلال استخدام الخل. طريقة استعمال الخل لتبييض الأسنان: يمكن استخدام الخل بوضع الخل الأبيض على قطنة نظيفة، ثم القيام بفرك الأسنان بها بشكل جيد يوميا، ثم غسل الأسنان بالماء الدافئ، حيث يعمل الخل الأبيض على إزالة الطعام العالق بين الأسنان والذي يسبب تغير لون الأسنان إلى اللون الأصفر. إن أعجبك هذا الفيديو من صحتك في دقيقة، فلا تبخل علينا بضغط زر الإعجاب للفيديو والاشتراك بالقناة، ولكي يصلك كل جديد قم بتفعيل جرس التنبيهات.